مساء الخير، بنسوي عشاء سريع وخفيف. عندي هني فخود الدياي، البهارات، بهارات مشكلة، ثوم بودر، أورجانيك، بربكة، شوية زنجبيل بودر، ملح، لبن، وبخليه مفروض أخليه ليلة كاملة، بس أنا مستعيلة بخليه تقريبا 20 دقيقة في الثلاجة. اللي حطيتها على الدياي حطيتها على الطحين مع معلقتين نشا. الدياي ناخذ الدياي ونغمسه في الطحين، ونحطه بالفريزر لمدة تقريبا بعد 20 دقيقة يتماسك، ونحطه على زيت حار لين يستوي عندنا الدياي.